مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك. نحن معكم مباشرة من بلدة الشحيم، يعني مثل ما عم نشوف، حيث ينظم أهالي البلدة هنا اجتماعا احتجاجيا أو وقفة أو تجمعا احتجاجيا، وذلك يعني من أجل أو اعتراضا على موضوع القيمة التأجيرية، وأيضا على اشتراكات رسوم المياه وغيرها، أيضا مشكلة الكهرباء. خلينا ناخذ على السريع مقابلات. يعطيك ألف عافية. أهلين. اليوم نحن بشحيم، أول شيء هاللقاء الاعتراضي على شو؟ هلا على القيمة التأجيرية اللي سعادة كان مقام الشوف تفردت برأيها وقامت فيها، علما انه هيدا الموضوع مفروض مجلس البلد يقوم فيه عن طريق تشكيل لجنة، وهاللجنة بتكون فيها موظف مالية، موظف قطاع عام، موظف بلدية، يدرس الأمور قيمة تأجيرية، علما انه المجلس البلدي المنحل رفع القيمة التأجيرية قبل. هلا نحن مع انه الموظفين البلدية يأكلوا ويقبضوا ويتأمن مصاري البلدية، وانه مش بالطريقة العشوائية اللي فرضتها، مثلا فرض على احدى المدارس مبلغ بالملايين، طيب هيدا منين بتجيبه؟ هيفرضون على الطلاب، محطات البنزين، طيب عارفة قد ايه المحطة عم تعبي؟ محلات السمانة، يعني هل مطلوب نسكر محلات سمانة ونحط بسطات؟ يعني سؤال لك، ما في معايير موحدة؟ ما في معايير أبدا موحدة ولا قانونية، يعني في مخالفات قانونية، لأنه حتى أسس رفع القيمة التأجيرية بدها اجتماع وبدها تخطيط ولجنة وتدرسها، وبدهم بدها تنشر بالجريدة جريدتين يوميات، بدها تعلق بالساعات العامة، بدها تعلق على البلد، هيك بتاخذ قرار وبترفع. وليه بشحيم بس؟ علما بعض القرى اللي هي مسؤولة عنهم وضعهم مثل وضع بلدية شحيم ما صار هالشيء. ليه هالإجرام بحق البلد؟ علما انه شحيم معروف صح فيها، بس هيدا قطاع وظيفة، كلنا موظفين لاخر الشهر بده يقبض معاشه، قد ايه معاشه الموظف؟ حتى جايين عندك كهرباء وعندك مي وعندك مولد وعندك قيمة تأجيرية بالهبل فتح. يعني اليوم هذا التحرك لشو يبدي؟ رفضا للقطاع، وفي عنا نحن كلجنة عم نتابع الموضوع، في عنا توجه مذكرة للمحافظ للوزير للشورى الدولية. أنا بدي أتشكرك لك، يعني فإذا حنكمل. يعطيك العافية. كيف صحتك؟ أهلا وسهلا فيكم. شوف هيدا اليوم اللي حضرتكم أنتم كيف عم شو حتواجهوا؟ كيف حتواجهوا هيدا؟ نحن من الأساس كبلد كشحيم وبعض الضواحي عم نعاني بإشحاف مستمر. عندك الكهرباء، إذا بلشنا بالكهرباء الكهرباء ما عادت تنطق، يعني واحد صارف 0 كيلو بتطلع فاتورته 1,300,000 بعد ما صارف ولا كيلو. إن هيك على قصة، يعني رفعوا الرواتب تبعنا، رفعوها بالكذب تبعهم بالرشوة اللي عم يعملوها 6 أضعاف، رفعوا القيمة تبع كلفة الكهرباء 500 ضعف، في فرق كبير، في تفاوت قوي، رفعوا المي 20 ضعف. اجتنا كمان حضرة القائم مقام، لان نحن البلدية عنا ما عاد عنا مجلس بلدي، القائم مقام اجت تجنت علينا وضربتنا ضربة بالقيمة التأجيرية، العالم ما قدرت تحملها، ما زال العالم ما معهاش تجيب ربطة خبز، كيف تدفع القيمة التأجيرية 10 أضعاف؟ كم تروح القيمة التأجيرية؟ القيمة التأجيرية عم تتراوح، يعني بالحد الأدنى مليون. مليون بالحد الأدنى مليون، أقل بيت يعني في عندك شقة بدها تطلع عليها 2,000,000، في محطات بنزين طلع عليها بقول له 150 مليون و200 مليون، كيف يعني؟ يعني 150 200 مليون هذا صاحب المحطة قد بده ليجيبهم؟ وفي عندك مصالح حرة مستقلة، يا خي عندي مخرطة، عندي محل بنشرجة، ساعة العميل حطوا على القيمة التأجيرية 10 ملايين ليرة، ما بيقدر يقوم من تحت هيدا من تحت الرسحة أبدا. أنا بدي أشكرك، شكرا لك، حنكمل جولتنا. استاذ عبد الله،
ناخذ ايضا. يعطيك الف عافيه. كيف صحتك؟ سؤالك على السريع اليوم ايضا من ضمن البنود اللي حكينا اليوم بالوقف هي زياده اشتراك رسوم المياه. اليوم على شو الاعتراض ايضا بهذا الموضوع؟ يعني هلا مش قصه زياده التعرفه والشو اسمه، القصه وجود مي. يعني الناس عم تدفع حق مي وعم تشتري مي، وزياده عن انه المليارات اللي بتندفع مش متامن منه للصيانه، المي رايحه بالطرقات ما حدا عم بيصلح، مش قادرين يصلحوا الموظفين لانه ما عندهم عده وما في عندهم امكانيه انه يشتروا من جيبتهم، معاشاتهم ما بتطلعش 50 دولار. يعني المطلوب هلا انه ينصرف شيء للصيانه، يتامن سيارات، يتامن معدات. يعني اليوم رفع التعرفه ما بيساهم ما بتسكير جزء من هذا الموضوع؟ زياده التعرفه انزادت وما نوجد على الارض اي شيء يعوض، ما موجود شيء يعوض. يمكن ارتفاع الرواتب اللي صارت والمهالك، بس بالنهاية لازم يكون في وضع تاني. يعني منظمات الدولية، يعني خاصة ببلدي، منظمات الدولية عم تساهم بمحلات كتيرة إلا هون. يعني نحن هلا نشكر الشباب الموجودين هون لمتابعة هالأمور. أنا بشكرك. فإذا يعني مثل ما عم نسمع مشاهدينا الكرام من أبرز يعني الاعتراضات اللي عم تكون، كان على القيمة التأجيرية وأيضا على أيضا وايضا على موضوع المياه. ايضا يعطيك الف عافيه مختار. هلا وسهلا. يا هلا اهلا وسهلا فيك مختار. اليوم يعني من ايضا البنود عم نراها هي موضوع الكهرباء. طبعا شو المشكله بالكهرباء عندكم؟ موضوع الكهرباء والمي وقرار البلديه. صح، قرار ظلم واشحاب بحق الناس. نحن في ضائقه اجتماعيه قويه كثير. يعني معلش هلا اذا بدك تحكي دقيقتين ثلاثه انا ما بكفون، يعني بعمل محاضره كنها بعملها بالجامعه. الكهرباء نحن عم ندفع، اللي معه طاقة ركب طاقة، واللي ما معه يركب طاقة عم يدفع اشتراك 3 ملايين. ساعة بيعطونا ساعتين بعد الساعة 12 بالليل، ساعة الصبح بس تجينا الكهرباء 20 أو 24 ساعة بالنهار مستعدين ندفع مثل ما ندفع اشتراك ندفع كهربي، بس ساعتين ثلاثة يجوني ما في غنى عن الاشتراك. نحن بندعي الناس لعصيان المدني وعدم دفع الكهرباء. بعدين لفت نظر للعالم اللي عم ينزلوا يوقفوا الساعات لطمنها، نقول لهم الفواتير ماشي عليهم ما رح توقف، عم ينزل بوقف الساعه بيعمل طلب بدل رسم العداد ماشي عليه، كل شهر ليجوا لنا يفكوا الساعه، والساعات ب 100 سنه ما رح يفكوهن، بدي يضل يسرقوا وينهبوا العالم. انا بدعي العالم للعصيان المدني للمي والكهرباء وقرار البلدية، وبطالب القايم مقام وبلدية تشحيم بالرجوع عن هذا القرار. العالم ما فيها تحمل. أنا إنسان عندي 5 طن فيس، ومختار أفقر مختار بلبنان، وأنا أعوى مختار بالكرامة بلبنان. أنا ما بتطرق معي حدا، أنا ما عنديش معاش. اللي عم ياخذوا معاشات وعم تعطيهم الدولة تضحك عليهم، عم تضحك عليهم تعطيهم زيادات معاش أو معاشين، عم يلا يعوى. كيف العالم اللي ما عندها معاشات وكل واحد بيدفع ضريبة مي أو كهربي أو بلدية؟ هذا مجرم في حق الشعب الموجود هون، هذا الشريك السياسيين الحرامية اللي وصلونا لهون. يعطيك العافية مختار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختصر المختار اليوم الصرخة، اختصر المختار الصرخة مثل ما سمعنا، وحيث دعا الأهالي إلى عصيان مدني. حيث يعني مثل ما سمعنا المختار عم يدعي كان لعصيان مدني، عم يطالب الأهالي بالعصيان المدني، وذلك يعني رفضا للقرارات إن كان بخصوص القيمة التأجيرية أو بخصوص لقاءنا التجاوري في النشيد الوطني اللبناني الذي نحن كشعب نعتز به. فإذا مشاهدينا الكرام مع النشيد الوطني اللبناني الآن. سيفنا والقلم سهلنا والجبل مرحبا.
سبيل الجمال كلنا للوطن للعلا للعلا الفعاليات فإذن بالنواب وأحزاب وأعضاء مجالس البلدية ومكاتب وجمعيات أهلا بكم جميعا أحييكم تحية الإسلام والعروبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم كل باسمه وباسمته وبمن يمثل. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في هذا اللقاء نشكر لكم تلبيتكم دعوتنا في هذا اللقاء التشاوري الذي نهدف من خلاله الاتفاق على توحيد كلمتنا وموقفنا جراء ما نتعرض له من ظلم وإجهاف وافتراء علّه يكون مقصوداً أو متعمداً يخبئ نوايا مبيتة تستهدف في المقام الأول بلدتنا الشين وناتها وأهلها جميعاً دون أي تفرقة أو تمييز بين مواطن وآخر بين مؤسسة وأخرى ولكن للأسف القيمة التأجيرية العشوائية لم تكن بعدل ولم تكن بمساواة ولم تكن تأخذ بعين الاعتبار وضع المواطن في هذه البلدة حيث أننا موظفو قطاع عام نقبض آخر الشهر الراتب وكل منا يدرك أن أقوى راتب لا يتجاوز 100 دولار لا نريد أن نتقاطف الاتهامات مع أحد ولا نريد تعداد الأسباب وتحديد المسؤوليات التي أوصلتنا لهذا المقام جل ما نسعى إليه ونريده في ظل مسلسل الأزمات هذا الذي نعيشه ونواجهه أن نخفف عن كاهلنا بعضا من الأعباء التي باتت ترهقنا وبدنا نرزح تحت ضغطها المستمر في مناخ نجاهد فيه جميعا لنوفر في مسار حياتنا عامل الاستمرار والخط في لقاء الأحزاب هذا مع المجتمع المدني وحراك العسكريين والأمنيين المتقاعدين اجتمعت الأصدار وتوافقت التباينات وتآلفت التناقضات في سبيل أمر واحد فقط إعلاء شأن هذه البلدة لترقى إلى مصاف القرى والبلدات التي يصح بها القول إنها نموذجية وأخذ هذا اللقاء على عاتقه الاهتمام بكافة المواضيع والأمور التي تمس البلدة وأهلها ولأجل هذا كان اجتماعنا اليوم حيث في جدول الأعمال 3 نقاط القيمة التأجيرية الظالمة بحق هذه البلدة وأهلها ومؤسساتها ومحلاتها خضار سوبر ماركت محطات بنزين مدارس كل شيء والنقطتين الاخرتين
المياه والكهرباء، وهي نقطتان على علاقة بالمنطقة ككل. يستطيع كل منا العمل ببرنامجه الحزب السياسي، ويستطيع كل منا أيضا أن يسخر قدراته وإمكاناته الحزبية لخدمة مسار هذه البلدة وأهلها من باب الوفاء للانتماء، من باب الجذور والأهل والبيئة والمحيط التي تنتمي جميعا إليه، ننتمي جميعا إليه حين تتكاتف وتتوحد ونتفق. لا صوت يعلو فوق صوتنا، لا صوت يعلو فوق صوت الأحرار في شحين. كلمة اللقاء يلقيها الأستاذ علي الحجار، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الترحيب بكم فردا فردا من قبل الاستاذ هازم، كل في موقعه وكل بما يمثل وكلكم احباب وابناء الشحيم الاوفياء، نقول باسم لقاء الاحزاب في الشحيم وحراك العسكريين المتقاعدين، من لا يعرف الشحيم عليه ان يقرا التاريخ، ومن يقرأ التاريخ سيعرف أنه في شحيم هناك أبطال أعزاء أشداء لا يقبلون ظلم ولا ينامون على ضيم. شحيم الدولة، شحيم أم الشرائع، شحيم التاريخ، شحيم الماضي، شحيم القادر، شحيم المستقبل، شحيم عاصمة الإقليم. فإذا كسرت هلك الإقليم ومحيطه، وإذا انتصرت بالحق نجا الإقليم في لقمة عيش أبنائه ومستقبل بلدياته. لقد آثرنا منذ اليوم الأول لصدور قرار سعادة القائم مقام حول القيمة التأجيرية أن نتحرك لمعرفة ملابساته، فتداعينا جميعا أحزاب ومجتمع مدني، وكان لنا عدة لقاءات. تحركنا نحو المخاتير، تحركنا نحو الفعاليات، تحركنا نحو أصحاب الشأن، ولقانا كتباً إن لسعادة القائم مقام، لسعادة القائم مقام ضمن المهن القانونية، معترضين على هذا الغموض والاستنسالية في التكليف، فمعظمنا أبناء الدولة وما أكثرهم في شحيم، وأنهم الفئة الأكثر تضرراً في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي تحيط بنا. نحن لا نريد قتل النظور ونريد أكل العمل، ولكن مثل هذا القرار سيأكل النظور ولا أحد سيأكل عنبا. أما النقطة الثانية فيما يتعلق بموضوع الكهرباء، وكما تحركنا سابقاً حول استجراره من بسرة ورغم كل العقبات، نؤكد وبالمختصر أننا مستمرون ولا ولن نتوقف حتى نحصل على هذا الحق إسوة بالقرى المحيطة وخاصة جنون الأول. مستمرون لأن حقنا هو في التغذية من المعامل الكهرومائية التي هي أصلاً موجودة في إقليم الخروب، فليس من العدل أن ننال سموم وغازات هذه المعامل وننام على فواتير قاسية ولا كهرباء تنير منازلنا. وبعد الكهرباء هناك حرمان من المياه، اشتراكات مليونية قريبة، وآبار وخزانات فارغة، شحيم الظمأ، شحيم العتمة، وشحيم القيمة التأجيرية، عناوين هي هدف تحركنا جميعا وبدون استثناء. فكلنا مسؤول، ولن نستكين بكم ومعكم لاسترجاع هذه الحقوق، ولهذا تحركنا اليوم.
وأخيرا يا أبناء الشين الأعزاء، هذه الدعوة هي من كافة أحزاب الشحيم على اختلاف مشاربهم وتنوعهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، دعوة تشكل نموذجا يحتذى به. فعندما يكون المطلب محق يا شحيم فنحن جميعا جنودا في خدمة أبنائه، نتمسك بالحق ولا يسقط حق وراءه مطالب. وشكرا. انت الاول.